ماذا عن الأسواق الجديدة؟ تحدثتم عن أمريكا اللاتينية وعن مناطق أخرى يمكن أن تصل التمور الإماراتية، هل هذه الاستراتيجية لا زالت فقط قيد النظر أم أنها بدأت خطواتها في التنفيذ؟ والله طبعا اكيد احنا يعني بالذات الاسواق الاوروبيه واللي يمكن الاسواق الامريكيه، يعني في دراسه مبدئيه قائمه على هذه الاسواق، وهناك يعني احنا عارفين مقومات هذه الاسواق، عارفين متطلبات هذه الاسواق، وبالتالي نحن يعني بنقوم باختيار هذه الاسواق او باختيار المنتجات لهذه الاسواق، ونتمنى يعني ان احنا نكون يعني نجد التوقعات اللي احنا يعني حاسبينها، اللي هي وجود فرص عالية محليا. احنا حتى احنا محليا يمكن كان تواجد منتجات تمور المزارعين هناك يعني غير ظاهرا للمستهلك حتى المحلي مقارنة بالمنتجات المحلية الأخرى أو المنتجات المستوردة من تمور، لكن الحمد لله يعني الآن بالذات في سنة يمكن هذه السنة الحالية بدينا في خطة تسويقية وخطة نعتبرها توعية المستهلك المحلي بهذه المنتجات. البحث العلمي، أترون بأنه قد استغل بشكل إيجابي واستغلته شركة الفوعة لتطوير إنتاجها وتطوير تقنيات، ربما التقنيات الفنية والعملية فيما يخص مزارعها ومصانعها للنهوض بهذا القطاع، قطاعاتهم في الإمارات؟ نعم احنا مهتمين يعني بموضوع البحث والتطوير وتطوير هذه المنتجات. تم عقد شراكة وتوقيع اتفاقية بين الفوعة وبين شركة يابانية للتركيز على بعض المنتجات اللي تدخل فيها صناعات التمور. كذلك تم توقيع بعض الاتفاقيات مع بعض حتى الجامعات اليابانية في موضوع البحث عن أهمية ودور التمر في مكافحة بعض الأمراض مثل السكري والسرطان وما شابه ذلك. كذلك في عندنا اتفاقية وفي عندنا فريق استشاريين من هولندا ومن بريطانيا بيقومون على موضوع تطوير هذه المنتج من خلال هذه الاستشارات وهذه الاتفاقيات اللي بيننا وبينهم. في ختام هذا الحوار سيد سعيد، كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع التمور في الإمارات، وبالتالي أكيد نظرة إلى دور شركة الفوعة في هذه الآفاق؟ يعتبر قطاع واعد ويعتبر أن هناك في فرص كبيرة لتطوير هذه الصناعة، لتعزيز هذه الصناعة محليا وعالميا، وكذلك لثقافة المستهلك بهذه الصناعة وبهذا المنتج، وبالتالي هذه بالقطاع هنا بيبدأ يأخذ الوضع الاقتصادي. يعني الآن في برزة بعض المصانع الصغيرة في دولة الإمارات ما كانت موجودة بسبب الدعم هذا اللي قائم وبسبب انتشار أو تحسين هذا القطاع. إذن في ختام هذا الحوار نشكركم جزيل الشكر سيد المهندس سعيد سالم مصري الهاملي، مدير عام شركة الفوعة، على هذه المعطيات وهذه التفاصيل التي تحدثت فيها عن قطاع التمور ودور شركة الفوعة في هذا القطاع. أشكركم كذلك مشاهدي الكرام على حسن متابعتي والإصغاء، ألقاكم في حوارات قادمة. هذا عمار طيبي يحييكم من الرؤية الاقتصادية.